استعدادا لبطولة قوة الصحراء للجوجيتسو التي تقام في النادي الأرثوذكسي الخميس القادم وبمشاركة لاعبين محليين وعالميين محترفين. أبدأ بالحديث بالبرازيلي فرانسيمار بارسو الملقب ببودو وتعني صاحب القفازات والذي شارك ب 27 بطولة دولية وحصل على 24 منها بطلا. وهو من مواليد 1980 وطوله 1.89 سنتيمتر ويلعب لوزن تحت 93 كيلوغرام. بطولة قوة الصحراء من أهم البطولات في منطقة آسيا، وأنا كلاعب برازيلي أشكر المنظمين على إتاحة الفرصة لي بالمشاركة في البطولة، وأنا أتمرن بشكل يومي، ومشاركتي في بطولة قوة الصحراء جادة، ولا أرى فيها إلا المنافسة والحصول على مركز متميز واعتلاء منصة التتويج وبالضربة القاضية. أما اللاعب الآخر هو عبد الله نباص، رياضي أردني يعشق اللعبة وشارك باسم الأردن ببطولات خارجية وحصل على ميدالية ذهبية في البرتغال وبرونزية في أبو ظبي وبرونزية أخرى في بطولة العالم للمحترفين. وهو من مواليد 1991 وطوله 1.77 سنتيمتر ويلعب لوزن تحت 70 كيلوغرام، ويتميز بالهدوء الذي يسبق العاصفة في ضرباته، وهو من تلاميذ الكابتن زيد ميرزا. لعبت بطولات جوجيتسو كتير، بس هي أول بطولة إلي MMA قتال حر، راح تكون صعبة مش راح تكون سهلة، خصمي راح يكون برضو صعب مش سهل، سترايكر عنده بوكسات كويسة، شلاليت كويسة، مستوى الأردن هاي تاني بطولة راح تصير في الأردن، ديزرت فورس قوة الصحراء برضو، إن شاء الله كمان السنة هاي راح تصير كمان غير هاي كمان ثلاثة، الحمد لله على MMA برضو عم تصير تصاعد مستمر. الجوجيتسو كانت زي هيك بعدين بدت هسه الحمد لله انتشرت كويس في الأردن، MMA كمان راح تصير أقوى وأقوى، كل ما تطورت كل ما كثروا البطولات عندنا كل ما كان المشاركات أصعب.